مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورني ومشرفيني في بيتكم قناه الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده اكيد هنتكلم فيه عن مباريات الدوري اللي لعبت منذ قليل، كان اولها مباراه سموحه والاتحاد وانبي والنجوم اللي انتهت منذ قليل، والمباراتين انتهت بالتعادل الايجابي. يعني الاتحاد خطف تعادل في الثواني الاخيره من المباراه، ايضا النجوم خطف تعادل من انبي، وكان انبي محتاج جدا الثلاث نقاط، ايضا النجوم كان محتاج ثلاث نقاط. هنتكلم عن هذه المباريات بالتفصيل الكامل بعد قليل مع نجوم الاستوديو التحليلي اللي هيشرفوني بعد قليل. عايز بس اقول لكم اخبار الاهلي بسرعه قبل ما نشوف ضيوفنا الكرام. 7 لاعبين بيغيبوا عن الاهلي امام جيما الاثيوبي. حضراتكم عارفين غيابات كتيره جدا وغيابات مؤثره جدا في صفوف النادي الاهلي، بنتمنى ان هم يرجعوا بسرعه جدا، ان شاء الله يرجعوا في القريب العاجل. محمد الشناوي وسعد سمير واحمد فتحي وعلي معلول ومحمد نجيب وصلاح محسن للاصابه، فيما يغيب وليد ازارو للايقاف، برضه وليد عنده اصابه. ان شاء الله يوم الجمعه الاهلي وجيما الاثيوبي، مباراه مهمه جدا في افتتاح المشوار الافريقي الجديد، وقلنا امبارح ان شاء الله الثالثه تبتة باللغه البلدي بتاعتنا كده، ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يحسم هذا اللقب ان شاء الله، تبقى المره السادسه في تاريخه في المشاركه في بطوله العالم للانديه ان شاء الله وكاس العالم للانديه. محمد يوسف كان اعلن 16 لاعب، شريف اكرامي وعلي لطفي 16 لاعب. شريف اكرامي وعلي لطفي وسليف كوليبالي وايمن اشرف، محمد هاني وكريم ندفد، حسام عاشور، هشام محمد، عمرو السوليه واسلام محارب واحمد حمودي، محمد شريف، ميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان، مروان محسن، ان شاء الله يدخلوا المعسكر ان شاء الله النهارده باحد فنادق الاسكندريه. مباراه مهمه جدا، مباراه مفيش خلاص مباراه سهله، احنا اتفقنا على كده، كل المباريات اللي بنقابلها حتى لو كانت ذهاب وعوده بس مباراه كوس ان شاء الله نحسمها او يحسمها رجاله الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه المقبل. علي معلول خلاص بيشارك، احنا قلنا كمان بيشارك في التدريبات الجماعيه. علي معلول قوه كبيره في النادي الاهلي، ان شاء الله ينتظم ويرجع، محتاجينه جدا. والمالي كوليبالي او سليف كوليبالي مدافع الفريق الاول ايضا انتظم في التدريبات الجماعيه. سليف كوليبالي كنا اتكلمنا كان الاول مركز جدا وكان عنصر مهم جدا واحرز اهداف النادي الاهلي كسبته، لكن في الفتره الاخيره نزل مستواه لسبب او اخر، لكن سليف كوليبالي اعتقد ان هو في الفتره اللي جايه محتاجينه جدا جدا في ظل الغياب الكلي بصراحه لمساكين النادي الاهلي. النهارده كان في حسين عبد الدايم، هجيب لكم زميلي بعد قليل هيكون معانا مين يا جماعه عشان يكلمنا على التدريب النهارده. كريم احمد، ان شاء الله هيبقى معانا كريم احمد زميل عزيز عشان يكلمنا على التمرين اللي حصل فيه النهارده بالتفصيل زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، لكن لغايه ما نجيب كريم حسين عبد الدايم النهارده بيقود التمرين 20 دقيقه بدنيه للاعبي النادي الاهلي. اكيد طبعا الاحمال بتختلف زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، الاحمال بتختلف عن اللعيب المشارك في المباريات الرسميه واللعيب اللي بعيد شويه عن المباريات او اللي شارك في المباراه الوديه الاخيره. حسين عبد الدايم زي ما قلت لحضراتكم 20 دقيقه كانت تدريبات بدنيه مختلفه الاحمال. مؤمن زكريا، لسه عايزين نقول مؤمن زكريا دخل في الفريق، مؤمن زكريا محتاجينه، مؤمن زكريا عنصر خبره، مؤمن زكريا اتصاب، لكن الحمد لله ان شاء الله تكون اصابه بسيطه. الاصابات زي ما اتفقنا ما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده سببها غريب جدا، يعني اول ما تلاقي اصابه تلاقي تمزق، مفيش شد، مفيش حاجه، يعني الشد يعني بيجي لك كل فين وفين، لكن تمزق سر وان شاء الله نخلص منه. يعني الشناوي ايضا بيواصل التاهيل. دي كانت اهم اخبارنا، لكن تعالوا نتكلم شويه.